اهلا وسهلا فيكم من جديد. والبيئه الاولى اللي بتكون فيها اللي بتكون فيها الطفل وبتشكل هي الاسره. بناء هويه الطفل تعتمد بشكل رئيسي على تلبيه احتياجاته من اسرته. ولاهميه هاي العلاقه معنا اليوم الاستاذه لينا شبروقه، اخصائيه نفسيه وتربويه، ضيفتنا لفقره بعنوان اهميه دور الاسره في تلبيه احتياجات الطفل. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح النور. اهلا وسهلا، نورتينا. يعني احنا اليوم لما نخوض اي نقاش في عالم التربية هي مسؤولية، واختيارك لهذا الموضوع واليوم لما بنحكي عن الأبناء والاهتمام بالأبناء، نعرف كيف متطلبات الحياة تغيرت وحتى طرق التربية الحديثة واللي عم نسمعه كثير بيختلف عن الجيل السابق. ولكن هل الآن الاهتمام بالأبناء بشكل مفرط أو العناية أو القلق عم بيؤدي لنتائج عكسية أحياناً عند الأبناء أم لا؟ نعم أكيد، دائماً شوف أي شيء زايد عن حده أو ناقص بقلب ضده، يعني لازم يكون بخط الوسط، الاهتمام بخط الوسط، التلبية الاحتياجات بخط الوسط. هلأ أنا بدي بس أفرق بين احتياج أساسي واحتياج كمالي أو رفاهي. الأساسيات هذه ما في شك فيها أنه إحنا لازم يكون في تربية فيها، تلبية فيها دائما، زي الاحتياجات في عنا بدنية، صحيح. في عنا احتياجات عقلية، وفي عنا احتياجات نفسية واجتماعية. صحيح. هذا إشي أساسي، لبنة أساسية بتكوين شخصية الطفل. أنا ما بقدر أني أحكي هلأ هذا لا مش ضروري. لا، مثلا أعطي أمثلة على كل احتياج. احتياج بدني زي النوم، زي الأكل، الأكل الصحي، إنه هو كل الاحتياجات تبعت مثلاً ينام بأي المسكن المنيح لإله، الملبس، هدول كلهم احتياجات بدنية. احتياجات عقلية قدي الأطفالنا بيسألوا كتير، هذه حب استطلاع وحب استكشاف. أنا لازم ألبي احتياجه العقلي، إني أنا دائماً أسعى لتطوير معرفته. صحيح. يعني زي مثلاً أقرأ له القصص، أي معلومة جديدة أحطها لإله، مهارة جديدة أحاول أني ألبي له إياها وأعلمه إياها. يجي هلأ للاحتياجات النفسية والاجتماعية أو الكمالية. لا لا، لا الاجتماعية. هلأ إحنا عم بالأساسيات، إحنا الدوائر. أيوة، هاي الأساسية اللي لازم أنا ألبيها. كتير هاي بتندرج تحتيها أشياء، بتندرج تحتيها مثلا الأمان، الحب، الحنان، حاجته للمديح، حاجته للقبول الاجتماعي، حاجته لأنه والله هو بده ينجز إشي أنا أشجعه. يعني كتير كتير في بنود بتعرف والله، يعني لو بدي أعدها صح ما بنخلص. صح. لأنه احتياج كتير أساسي، احتياجات النفسية والاجتماعية. نعم. طب لينا في عنوان هيك يعني يمكن يكون لافت، أنه الطفل المحاط بالعائلة هو طفل صحيح، صحة هذا العنوان؟ هلأ إحنا بدنا نحكي حسب نوعية العائلة. نعم. يعني مو دائما الطفل اذا محاط بعائله هو طفل صحي. احنا احيانا البيئه اللي حوالينا بتكون للاسف فيها عنف، فيها صراعات، فيها شد. يعني هلا انا دائما بحكي الاب والام اللي بدهم يقولبوا اولادهم على حسب هم احلامهم، صح. او على حسب انا لازم يكون زيي، نسخه عني، نسخه عن عائلتي. هلا لاحظي كل عائله في عندها قواعد وقوانين ووعي جبلي. نعم. يعني معين معايير تختلف من عائله لعائله. بالضبط. فاي واحد بيطلع عن العائله بيكون هو العاق. هذا مش وجه البوكس ابدا. أيوة. مرفوض. مرفوض. نعم. هذا مثلا. نعم. هذا مو صحي. صح. هي مو عائله صحيه. احنا قدي عم ندعم اولادنا؟ طبعا اكيد انا بهمني يكون في عنده قبول اجتماعي، كلياتنا بهمنا هذا الشيء. انا عايشه بمجتمع لنوعا ما لنسبه معينه لازم اكون اني صح. ضمنهم، بس قديش انا ضمنهم؟ هل انا عم باذي حالي؟ انا مثلا اشياء بحبها ممكن اتخلى عنها مشانهم؟ هاي هي النسبة. نعم. فالعائلة كتير مهم أنها تكون شو نوعيتها. نعم. نعم. صحيح. يمكن إحنا دائما من خلال كلامك هذا التقبل دائما، أنه نتقبل أبنائنا وأفكارهم وشو بيفكروا دائما وحتى شو بدهم يصيروا أو مستقبلهم، نحاول نناقشهم والتواصل. كثير من العائلات تفقد التواصل مع أبنائها، بيكون هي زي ما ذكرتي عم تعطيهم المتطلبات الأساسية ولكن ما في حوار، ما في تواصل. هذا الإشي أكيد بيعطي رد فعل عكسي.
أساسي. بس اليوم ما بين التوازن، يعني ما بين الإفراط في الاهتمام والتواصل الزائد والتلبية الاحتياجات وما بين عدمه، تحقيق هذا التوازن كيف بده يصير؟ وكيف الأهل بدهم يقدروا إنه الموقف المناسب اللي أنا رح ألبي فيه هذا الموقف ما رح ألبي فيه طلب؟ تمام. هلأ الطفل لازم إني أنا أدعمه هو شوي يعتمد على نفسه، لأنه هذا بدعم الثقة بالذات. أنا لما طفلي دائما هو يتصرف ويعرف، يعني أنا بعلمه مهارة صنع القرار، إنه يصنع القرار. أوكي أنت هلأ مو عارف، تقدر ترجع لي ونستشير بعض بالموضوع، لأنه حتى أنا ممكن ما أكون عارف تجربة السبب والنتيجة. نعم. هلأ أنا مع التواصل اللي ما إله حدود. ليه؟ إحنا بوقتنا هذا، هلأ زمان على جيلنا كان القانون قانون، مثلا بابا بيحكي إشي انتهى الموضوع، ما في نقاش، وأنا بقتنع وسبحان الله بتأقلم بالموضوع، برضاي أو مش برضاي بدي أتأقلم. هلا ما في هيك، هلا بدك تقنع وبدك تتواصل، وفي فترة من الفترات ابنك بده يبعد عنك، رح يصير الأصدقاء أقوى منك، رح يصير الأشخاص اللي خارج المنزل أقوى منك. قدي أنت بينك وبين ابنك في عادة التواصل، بأي مشكلة رح يرجع لك على السريع. هذا إحنا ما بدنا نحكي إنه والله لا للمت معين، لا أنا دائما بدي يكون في تواصل مع ابني، تكون عادة مبنية بيني وبينه إنه هو يرجع من المكان يبلش يحكي لي. نعم، هي الجذور الأصيلة يعني. بالضبط. هلأ نيجي للاهتمام. الاهتمام إحنا بدنا نحكي شو نوعية الاهتمام. في اهتمام مثلا لعمر سنتين مختلف عن العمر 13 سنة. صح صح، مختلف. يعني مو معقول أهتم باللي عمره سنتين زي اللي 13 سنة. هذا إشي وهذا إشي. ممكن هذا يكون في عنده احتياجات نفسية أكثر من إنه احتياجات بدنية، لأنه صار هو يلبيها. صحيح. الاهتمام بهذا الإشي، هو بيعرف لحاله مثلا يتحمم، بيعرف لحاله يعمل ساندويشته وياكل. حلو مجر. لقديش أنا بدي ألبي؟ إحنا بدنا نحكي الاحتياجات المادية. في إشي اسمه فيتامين. لأ أنا كتير عجبتني هاي الكلمة، 75% تخيل من طلبات أولادي الكمالية اللي هي المادية بنحكى لها لأ. طب سؤال، متى اللأ صحية بدون تبرير؟ ما في إشي من دون تبرير، لازم يكون في تبرير. يعني هلأ مثلا ليش بحكي لك لازم يكون في تبرير؟ عشان هو يعرف ليه يحس ويقتنع ليه، وما يحس إنه في ظلم. وجيل هذا الفئة، الجيل هذا ما رح يرضى من دون تبرير. صح. ما في إشي اسمه أوامر، عشان يشعر بالمسؤولية. يعني مثلا ما بقدر لأنه ما معي مصاري. بالضبط. يعني أعطيته السبب. بالضبط. والمبرر. نعم. نعم. أو أحيانا إحنا نشوف كيف هاي كتير خطيرة، بكون معنا مصاري فبستعطفونا إنه طب ما معنا. أيوة. لا، هي مش القصة قصة مصاري، هي القصة هذا الإشي موجود عندك؟ موجود. طيب شو الحاجة لإله؟ أنا دايما بدي أخلي ابني لما بده يقدم على أي إشي مادي يفكر، يتفكر إنه أنا بحاجة لإله، هل هو بخدمني؟ هل أنا المصاري اللي عم بنفقها راح تعود لي بعائد منيح من الإشي اللي بدي أجيبه؟ هلأ بلكن تحكي لي هذا نظري، بس مع التكرار صدقوني راح بالأخير هو ينشأ يا رجل يا بنت امرأة بيفكروا بهذه الطريقة. صح، مسؤولية، عندهم مسؤولية تجاه هذا. طيب يمكن من ما تحدثت فيه الآن إنه الأغلب إذا بده يشتري مثلا لابنه شغلة وشفتها متبعة بإنه حوش من مصروفك وبخليك تشتريها. قدي هذا الإشي بنشئ عند الطفل معرفة قيمة الشغلات اللي موجودة عنده. ما هو الواحد لما يحكي لي بدي أشتري مثلا، بابا بدي أشتري كذا، وأجيب له إياه بعد أسبوع عادي تشوفيه مكسر. يعني ما له قيمة بالنسبة له، وخصوصا أنه عم بيروح شغلاته وبتيجي شغلات كتير. هل هذا الأسلوب المتبع صحيح أم لا؟ نعم 100%. دائما أنا بحكي أنه خلوا في عندكم من مصروف أولادكم إشي، لأنه والله أنا قاعدة بعمل سيفينج لإله، وأنا بدي أعلمه هذا الإشي اللي أنت احتفظت فيه كيف التقسيم تبعه. ماما مش كله منصرفه، في إشي في جزء أنت لا
الإشي اللي أنت نفسك فيه حتى أنت تلبي هذا الاحتياج. وزي ما قلت لك وأنت عم تلبي هذا الاحتياج اللي هو رفاهي، فكر تفكر هل هو عندي موجود؟ هل أنا بحاجة لإله؟ هل المصاري اللي عم بنفقها بتستحق الإشي اللي مردود لإلي؟ بعدين في عنا جزء منه اللي هو الثلث الثاني، هذا للحفظ، هذا لا أنا بدي أضلني أحفظ فيه. لازم أعلم إنه ابني يكون في عنده دائما في سيفينج. وثالث ثلث اللي هو الخيري. طبعا دائما في جزء ماما من اللي بتحتفظ فيه أو من المصاري اللي معك، إحنا لازم نساعد الناس المحتاجة. لازم تعمل إشي خيري لأنه طاقة العطاء طاقة سعادة. صحيح 100%. طيب لينا دائما بيقولوا إنه دور الأهل زي البوصلة بتوصل دائما أبنائها للطريق السليم أو حتى برحلة سليمة. هل العلاقة هاي الصحية هي القادرة على تكوين شخصية طفل بيقدر يعمل علاقات صحية مع الآخرين أم لا؟ 100%. دائما الطفل أول ما ينشأ في عنده مقدمين رعاية، بيئة المحيطة اللي هي البيئة اللي كتير مصغرة، هي هاي البيئة اللي بتنشئ كتير أشياء بشخصيته، الثقة بذاته، حبه للعطاء، حبه للناس، علاقات اجتماعية صحيحة. هو عم بيشوف أنذجة قدامه، مثلا علاقة أمه بأبوه، طريقة التعامل. إحنا ما بنحكي المثاليات، لا أكيد الأب والأم رح يختلفوا ورح يزعلوا من بعض ورح نتهاوش ورح كتير أشياء، بس إحنا بنعلم أولادنا مهارة إني أنا لما أختلف أنا كيف بتصرف. إنه عادي نختلف بس نعرف كيف نتصرف بالاختلاف، مش داعي للعنف. أولادي بفقاعة إنه هو بعالم مثالي، لا رح يطلع ويختلف مع أصحابه ورح يختلف مع زوجته، بس كيف بنختلف، كيف نتقبل اختلافاتنا إذا طبعا للمت معين. احنا دائما نحكي الحريات والتقبل الاشياء بدها تكون اكيد للمت، في اشياء يعني صعب. صحيح صحيح. يعني بنهايه لقائنا لينا وسريعا، كيف ممكن بالنهايه نخلق القناعه عند الطفل انه يقتنع؟ لانه احيانا بنتركه بدون اجوبه زي ما حكيتي، وهم بفكروا كثير، بفكروا انه الاهل احيانا ما بحبوهم او انه هم ضدهم. فالقناعه كيف نوجدها؟ دائما احكي، دائما أبرر السبب إنه ليش لا، مثلا أنا ما بقدر لأنه أنا عندي 1 2 3. هلأ أحيانا ممكن نعمل هذه النوبات الغضب ونوبات حسب طبعا الفئة العمرية للطفل، سوى هذا الإشي أتركه يعمل نوبة الغضب. بعد ما يخلص نوبة الغضب برد بكرر الأسباب، برد بكرر إنه ليه صار هيك، ليه أنا مثلا بهذا اليوم حكيت لك بس بهذا اليوم حكيت لك لا. تواصل هو الأداة الفعالة بإني أنا طفلي يكون فاهم شو اللي عم بيصير حوله. صحيح. لما نشكرك لينا على هاي المعلومات، وإن شاء الله يا رب هيك يعني الناس اللي حدنا يكونوا استمتعوا زينا بهاي الفقرة. إن شاء الله أيامكم مليانة عائلة وعائلة صحية، والله يقدرنا دائما على إنه إحنا نربي أولادنا بطريقة صحية عشان عن جد يبنوا مجتمع ووطن مليء بالخيرات. وإن شاء الله كل المتابعين يكونوا استمتعوا من خلال هذه الفقرة.